شهمي في المستوى المتوسط للدورة الآن. ومن الواضح أن دورة حساب الذكاء العقلي ليست جيدة فقط لدراسته بل ولمستقبله أيضا. إننا نحاول كأولياء أمور أن نمارس حساب ذكائه العقلي في أي وقت. فعلى سبيل المثال، لو ذهبنا للتسوق نطلب منه أن يحسب الثمن، وهو يستطيع القيام بذلك بسرعة. أنا والد شهمي أكمل ابتهجنا كثيرا عندما التحق بدروس حساب الذكاء العقلي، وسوف نسجل ابننا الثاني أيضا لأن هنالك الكثير من الفوائد.